بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول شي حوايج اللي نرد عليهم، شي حوايج ما لا داعي لذكر. انا بعدا اول حاجه اللي عجبتني هو واحد الحضور ديال هاد الشباب بصراحه. يمكن الاحزاب راه ما كاينين في الندوه ديالها، ما كاينش هاد الشباب، وهذه الظاهره راها ظاهره صحيه. من جينا هنا الموضوع بعدا اولا ما كانش العزوف، كان عندنا اربعه ديال المحاور. يمكن لكم كان الاخ نورمالمون خصو يعطينا المحاور الاولى باش نعرف واش كنهضروا على العزوف ولا جايين نديروا حاجه اخرى. انا ما جيتش ندير الدعايه، الا جيت ندير الدعايه راني ندي مع الجوج وما ساليتها الغدا. لحقاش التنظيميه اللي كانت بعدا كيهضروا على التنظيم الحزبي في الشارع عندنا في حزب الاستقلال، جميع شرائح المجتمع منظمه من الفلاح المعطل بالمهني. الشبيبة الاستقلالية وحيدة عندها بعد اللي كانت السؤال يطرحوا علينا الأستاذ الأول، عندنا الشبيبة المدرسية، الشبيبة المدرسية إلا بغيو يجيو الإخوان يزورونا يشوفوا أشنو كندافعوا على هاد التلاميذ، يشوفوا البرنامج ديال الشبيبة المدرسية أشنو فيها، ويمكننا نتحدثوا هذا ماشي موضوعنا. فتاة الإنبعاث البارح درنا مؤتمر في سي سي ديال فتاة الإنبعاث من 18 40 سنة. المقر ما لقيناش فيه نزول فتيات. نقول على واحد الكلمه كنقول له اخ ماشي باش نقول له، راه الحزب اللي كيكون في الحكومه راه كيجيو عنده، راه ملي كنا عندنا كنا عندنا سكنه راه كيجيو عندنا، كانوا كيجيو يديروا ليكار ديال الحزب الاستقلال باش يكونوا عند الوزراء ديالنا. هادشي هذا هو الواقع اللي عندنا في السياسه، راه ماشي من غدا لغدا ان شاء الله راه تجي انتخابات وتكون فرصه اخرى ونشوفوا اللي يقطع الحركه الشعبيه ونشوفوا الحركه الشعبيه اما اللي راهم عندهم، باش يبقاو العداله الحكوميه. المرجعيه الاسلاميه اول حزب بدو مرجعيه اسلاميه هو حزب الاستقلال. رجعوا للمراجع ديال السيدي علي الفاسي رحمه الله، النقد الذاتي، نهضروا على التعادليه الاسلاميه. اجيو شوفوا ربما الكتب اللي عندنا تتكلم عن الاسلاميه والله ما كاينه في العداله الحكوميه، واتحداكم الا كان في العداله الحكوميه بجميع الاخر ورجعوا للكتب وشوفوا. اجي شوفوا الكتاب ديال سعد القادر القادريه تحدث عن النساء، هذا ما كنبغيوش نتأسلم ولا نؤسلم حزب، ولكن كنا مسلمين وكنا ذو مرجعيه اسلاميه وبلد مسلم. اشوفوا الأخت قالت مقر حزب الحزبية، المقر ديال حزب الاستقلال بعدا كنجاوب، مقر حزب الاستقلال مفتوح 24 ساعة على 24 ساعة، التأخير موجود. هذه ربما النهار اللي كنبقى حتى اللي الناس ما عرفهاش راه كيبقاو. هذه كل وحده في الليل راه غير الشبيبات الاستقلاليه، ربما انا مرحبا بجميع الاحزاب، راه ماشي ضروره تجمع على حزب الاستقلال، انا في كاع الاحزاب السياسيه غير دير لافوني وادخل، هذه هي التقدم والاشتراكيه، اي ما تبقاش برا وتبقى تنتقد، هذه هي الحاجه اللي قبيحه. بالنسبه للتاطير راه عندنا دورات تكوينيه ماشي ما كايناش، اجي نعاود نقول لك البرنامج اللي عندنا دورات تكوينيه في السياسه لا في الاقتصاد لا في الحوايج اللي بقيت التربيه والتكوين. اجي تشوف اللجان اللي كتشتغل بطريقه معاهم، ربما راه مع الناس في احزاب سياسه اخرى كتشتغل في اللجان باش ما ندخلش فيها، راه يعني فاتحتنا على جميع لحقاش الهدف ديالنا حنا كشبيبه راه ما جينا ندرس مع العداله الحكوميه مع التقدم والشرقيه، حنا الهدف ديالنا هو الدفاع عن الشاب الوجدي. راه ملي كنرفعوا شي حوايج ضد الرئيس ديالنا ديال الجامعه ملي كنشوفوها كضر الشاب الوجدي، حنا بصراحه كنرفعوا اسئله راه ماشي صافي حنا في الاغلبيه لا ولا عندنا رئيس حكومه رئيس جامعه ولا صافي نصفقوا له كل عام زين، لا كاين حوايج اللي كيديرها ماشي مزيانه. بحال لحقاش انتم دابا جيتوا قلتوا بان صافي حنا كاين السي بن كيران راه في الاخر ما خص لا موقعكم انتم كشبيبه اسيدي في العداله الحكوميه اسيدي الرئيس هادشي اللي كديروا ماشي معقول. المهم انا ما الاخ بن كيران عاصم صحيحيه هو طلع في البرنامج ديالو بصراحه طلع البرنامج جابو كبير بزاف، قال لهم سنه هذه نسبة النمو غادي تكون كذا ربما نهضرش ما نخش معاك هذا هو 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 هذا
الانتقال جوج نقط. الانتقال كامل السياسة. الاخوان نحن وراكين هنا بعض اعضاء الشبيبه الاستقلاليه وانا من ضمنهم اللي شاغلنا على البرنامج ديال انتخابات ديال حزب الاستقلال وماشي باش نديرها باش الدعايه لحقاش هاد الارقام اللي كتهضروا عليها راه عندنا رابطه ديال الاقتصاديين اشتغلنا عليها ما بين الاسطر وكنعرفوا اشنو كان من جاب ذاك الرقم راه صغرنا وما بغيتش ندخل في ارقام اخرى لحقاش ربما راه في المعارضه ماشي هي من كتكون كتحكم السيد ملي راه كيدخل تلقى واقع اخر كاين لوبيات من الكروهاج كاين لوبيات اللي كتشتغل هنايا وانا كنقولها الاخوه دونك حنايا الواقع هو هذا السي بنكيرا خصو يفريد شويه وخصو يدير الميزان باش نقدو نخرجو من هذا الارض وشكرا